تدري أن الحركة بركة والرياضة هي أساسها؟ مجهود بسيط تتدرج فيه لين ما يصير عادة يومية، والأهم أنها عادة صحية. للرياضة فوائد كثيرة، تعرفها؟ بسيطة، أنا بقول لك عنها. المشي يخليك اجتماعي وعلاقاتك كثيرة ومتنوعة. شلون؟ إذا مشيت في الحدائق العامة والكرنيش بتصادف ناس يتمشون، بيجمعكم المشي وأمور الدنيا، ومع الأيام بتكسب أصدقاء جدد وعلاقات طيبة.